من المواقف في العبادة أيضا إخواني أخواتي موقف للشيخ الحافظ محمد القندلوي رحمه الله، الذي ولد في باكستان في سنة 1315 واشتغل بحفظ القرآن ودراسة العلوم الشرعية على مشايخ بلده منذ نعومة أظافره، وحصل على شهادة الطب. ولما بلغ 30 من عمره ذاع صيته في نواحي الهند وغيرها، وشغل بمنصب أمير جمعية أهل الحديث في باكستان الغربية، وقد كان رحمه الله عالما ربانيا زاهدا. توفي في سنة 1405 من الهجرة. كان الشيخ محمد القندلوي رحمه الله عالما ربانيا زاهدا ورعا تقيا ذاكرا لربه كثير الصيام والقيام، يشهد له كل من رآه أو جالسه أو ذاكره بعمق الفكر ووفور الاطلاع وقوة الحافظة. وقد ذكر الشيخ محمد عطاء الله حنيف رحمه الله عن الشيخ محمد القندلوي رحمه الله أنه لم تفته طيلة 50 عاما تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس مع الجماعة. من المواقف التي تذكر لأهل العلم موقف يذكر للشيخ محمد القندلوي رحمه الله، وقد أشرنا مسبقا إلى حرصه في الخير والعبادة. كان رحمه الله من علماء الهند المشاهير، وقد اعتنى بالبخاري تدريسا إذ درسه كله أكثر من 50 مرة، وله أمالي في شرحه لذلك. والأمالي هي الآراء أو الشروح التي يلقيها الشيخ ويمليها على طلابه، وله تعقبات على بعض الشراح للبخاري. وكان رحمه الله يتمتع بقوة الحافظة. ولقد ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله وهو صهر الشيخ أنه كان لا يقرأ الجرائد والمجلات حتى لا يحفظها، لأنه كان إذا قرأ شيئا حفظه.